السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ونادي كل الستات. النهاردة هنفرز مع بعض البنجر، مش موجود طول السنة، احنا هنخليه موجود عندنا على طول في الفريزر. لو بتحتاجيه في سلطة، بتحتاجي تزودي بيه مع عصير الفراولة أو الرمان عشان تزودي القيمة الغذائية وتعززي اللون. طريقة بسيطة جدا وسهلة، تابعونا خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهاردة هنفرز مع بعض البنجر بشكل بسيط وسريع. ده البنجر اللي عندي، انا سلقته كالعاده، بيتغسل طبعا الاول كويس جدا وبسلقه في كميه ميه قليله، مش لازم الميه تكون مغطياه. بعد ما بيتسلق بيبقى بسهوله قوي انك تقشري القشره بتاعته، ما تاخدش منك ثواني، اسهل من قشره البطاطس كمان. وطبعا هنشيل الجزء اللي تحت دوت، مش محتاج سكينه، هو بيطلع كده بالايد بس كده. اقشره وارجع لكم. انا قشرت البنجر وغسلته، ما تغسلهوش كتير لان طول ما انت بتغسليه بينزل ميه. اخترت ان انا افرز البنجر في العلب الصغيره الشفافه، مش عايزه اخزنه في اكياس لانه اطلع العلبه عارفه ان العلبه دي على قد طبق سلطه، وممكن كمان السلطه تتقدم فيها مباشره، يا دوبك نزود الصوص بس. هتقطعيه بقى بالشكل اللي يعجبك. مش بنضيف له اي حاجة خالص، البنجر يا دوبك هو بس يتسلق، ويراعى ان ما يكونش مسلوق جامد عشان لما تطلعيه ما يكونش اتهرح معاكي. وطبعا زي العادة بنفكر ان الحاجات اللي بتتفرز في الفريزر ويكون الهدف منها ان هي تفضل وقت طويل، ما ينفعش ان انا كل شوية اطلع الحاجة من الفريزر افك الفريزر واجمده تاني، عشان كده الحاجة بتفقد قيمتها الغذائية ولا طعمها ولا شكلها بيكون هو اللي مرغوب فيه او هو الهدف اللي احنا عملناه علشانه. برضه هقول لكم على حاجة تانية، ان لو انت من طبيعتك ما بتستخدميش المنتج ده كتير، مفيش داعي تفرزيه. يعني ما تفرزيش الحاجة عشان هي رخيصة، ما تفرزيش الحاجة عشان الناس بتفرزها، فايه اعمل انا كمان زيهم. لو انت المنتج دوت ايا كان المنتج الغذائي انت مش بتستخدميه كتير، مفيش داعي ليه. يعني لو انت طبق سلطة البنجر دوت مرة في السنة اللي بتاكليه، خلاص وقت لما تشتهيه اعمليه صابح فريش او اشتريه من مطعم، مش هيفرق معاكي كتير. لكن دايما فرزي الحاجة اللي انت فعلا محتاجاها، والحاجة اللي بتفرق معاكي في السعر وبتفرق معاكي انها تكون متوفرة بالنسبة لك طول السنة. غير كده يبقى خسارة، خسارة الفلوس وخسارة المجهود والمكان اللي في الفريزر كمان. ممكن بقى كمان تسيبي جزء من البنجر دوت في طبق لوحده، في علبة اقصد يعني، او في كيس تاني، عشان لو حبيتي تعملي عصير رمان او عصير فراولة في اي وقت تضيفي له قطعة، بيبقى جميل جدا ولونه حلو، بيزود القيمة الغذائية وبيعزز اللون وطعمه مش بيبان معاكي في العصاير ديت. لما هتطلعيه بقى هتضيفي التتبيلة بتاعتك بتاعت صوص تتبيل البنجر، يعني عبارة عن خل، حبة صغيرين خل، مية، وفص ثوم صغير، كزبرة ناشفة، ممكن تحطي حسنة سكر او لا حسب بقى جودة البنجر اللي عندك وحسب المذاق اللي انت بتحبيه. ممكن تعمليه كمان بوريه او يعني بنطحنه وبنزود معاه زبادي وطحينة. هتلاقي لينك عندي عن غموس البنجر او التتبيلة بتاعت البنجر، بتبقى جميلة جدا وحلوة وظريفة ان هي تتحط تحت السندوتشات، من الحاجات الجميلة يعني، بديل عن سلطة الطحينة والمايونيز والكاتشب، بيبقى حاجة ظريفة. انا هخلي ديت علشان محتاجاها في عصير عندي، هحطها لوحدها في علبة تاني. انا كده خلصت البنجر اهو في علب، زي ما تحبي بقى او تحطيه في اكياس. جربي الطريقة ديت، هيحتفظ معاك البنجر بامر الله من دلوقتي لغاية شهر رمضان والاخر شهر رمضان وبعديه كمان، ينعاد علينا يا رب بكل الخير. ما تنسوناش من صالح دعواتكم. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. ما تنسوش تعملوا القناة بلايك وسبسكرايب وشير عشان تكونوا شركاء معانا في الخير. الدلع الخير كفاعله. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. ما تنسوش تدعموا القناة